اخر حبة من حبات عنقود المصورين نجم الاتش دي المنطلق بسرعة الصاروخ النجم الاستاذ احمد الخليلاوي. انا عايز اعرف كل ما بحصل كتر الوجع خلاني مش قادر اكمل. الف سلام عليك يا محمد، الف سلام عليك. متقفلة ومخبطة اخرتها ايه؟ انا لو جبل واقف مكاني مكانش مكسور وصول اكتئاب داخش نفسي واحاول تغير دنيتي وحالي شويه بتعافى على نفسي عشان الخال وابو تريكه العاصمه بالحب الخال وأحلى خال. انا شخص تايه معرفوش نجم سعيد الحب كلها السلامه كل عبد الشهاد وابو حسين عبد الشهاد وابو تريكه وكاشف الى ابو الباشا احمد حمد الباشا وكوسه وزيد باشا بن نصر عم سعد يا حسين عم محمود سعد تحيه غاليه جميله للدنيا معانا تحيه للخال محمود سعيد الخال محمود سعيد ابو تريكه والحكمدار وكوسه واللي النوم في مصر زيد باشا بن نصر الحمد لله على السلامه العلامة أيمن تشتا كل باشا سمعنا أبو العمدة كنت أقول عرايس حاسس حياتي اتلخبطت وبتنتهي قدام عيني شايف هموم تكوني وكل يوم بترد فيا وكأن حاجة مكتفاني بتشكيني علشان ما امشي وسحابة سودة بغنياني في سكتي ومش عايزة تمشي النجم محمد السن بقول النجم محمد السن عموما ما تعاملونيش على معرفش حاجة من حياة
من الشاهد وما نسكو غير كتير وعايشين وسطنا مش فاهمة حاجة فهي حالة قالوا حاجة فهي حاجة ثانية وتغير كلامنا أنا وعزب الله من كلمة أنا عارف الأصول عارف الشهامة والجدع الدنيا دي مؤسسة بتعلم حتى الناس اللي ما دخلوش مدرسة بتعلم المرجالة ما هي دنيا مش شردانة أبوي علمني الأدب وشربت بالمعنى يعني اتعلمت صح واطلع بس مين بقى يعني اما تحسبوها كده أو كده تلاقينا يعني ما تحسبوها كده أو كده تلاقونا في الأخلاق والرجولة. طب العجب القناة ده سمعنا صوبة كويسة العجب القناة ده سمعنا صوبة حلوة يلا نرقص بطلت يوم I'm gonna run.